كابتن أسامة، حضرتك ذكرت في أول كلامك خالص، قلت جملة حلوة قوي: من يقترن اسمه بالنادي الأهلي فهذا شيء يكفيه يعني. طبعا. والحقيقة أنه الأهلي هو فعلا من يصنع النجوم، النادي الأهلي هو من يصنع النجم. اللي حصل في الفترة الأخيرة بكل أمانة، وأنا مش عايزة أتكلم عنه الحقيقة، أنا عايزة أتكلم عن مدى تأثيره لدى الجماهير، وإيه اللي حضرتك تقولوا للجماهير في الموضوع ده، للي حصل في الفترة الأخيرة في النادي الأهلي. عايزة تعملي فلوس، عايز تعمل اسم، عايز تعمل تاريخ، عايز تعمل بطولات، عايز تعمل حياة ما بعد الكورة، ده كله في النادي الأهلي. مع احترامي للمقولات اللي بدأت تطلع تقول لو عايز تعمل فلوس تروح في الحتة الفلانية، لا، النادي الأهلي لو عايز كل حاجة في الكورة وفي حياة الكورة هي هتلاقيها جوه النادي الأهلي. لو عايز تلاقي عيلة وأسرة بعد ما بتبطل كورة، تلاقي مقر نادي ممكن نروح نتجمع فيه نلعب خماسي مع بعض وتلاقي قاعدة، تلاقيها في النادي الأهلي. لو عايز تقدم السي في بتاعك بعد ما بتبطل كورة، بتقول أنا اسمي لاعب النادي الأهلي ومثلا منتخب مصر. لو عايز بطولات الناس دايما تفتكرك بيها بعد ما بتبطل. يعني النهاردة يعني بحمد ربنا على الفترة إن أنا قعدت في النادي الأهلي، والناس بتكتب التقرير ان انا كنت وسط مجموعه او جيل قدرنا نحقق ارقام وانجازات للنادي الاهلي. طب. ان انا كنت موجود فيها. كل الكلام ده ما تقدرش تعمله غير في النادي الاهلي، او ما تقدرش تكسبه او تحققه ده حقيقي غير وانت في النادي الاهلي. فالموضوع هياخدنا، وحضرتك بتساليني السؤال، لموضوع رمضان صبحي. رمضان صبحي يعني طلع في المؤتمر الصحفي وطلع يتكلم عن ان انا يعني رايح نادي بيراميدز عشان اعمل بطولات. هي دي حريه اللاعب، ما حدش يقدر يتدخل فيها. لكن ما يعيب موقف رمضان صبحي هو عدم الوضوح مع النادي الاهلي. النادي الاهلي من شهر 11 اللي فات جاب اللاعب، والمسؤولين داخل النادي الاهلي قالوا له نفاوض هيدرسفيلد، انت عايز النادي الاهلي ناخد الخطوات دي ولا مش عايز النادي الاهلي؟ النادي الاهلي دايما في التفاوض بتاعه صريح وواضح. من هنا قال لا انا عايز النادي الاهلي. لو جالي عقد احتراف قالوا خلاص دي حريتك، لو جالك عقد احتراف اوكي، لكن نفاوض انت عايز؟ قالوا اه. اختار الاهلي بلسانه، اختار النادي الاهلي بلسانه طبعا. طيب. وخلي بالك لو رجعنا بالزمن دايما النادي الاهلي كل ما بيفاوض كان اي لاعب وبيرجع بعد كده يحصل مشكله، النادي الاهلي بيدي العقد للاعب خلاص، انت النهارده مش هقدر اجيبك اجبرك. ما بيغضبش يعني على حد النادي الاهلي يعني طبعا. الموضوع كان الموضوع زي ما انت بتقول، هو والله احنا كذا كذا كذا، ان الاهلي كان واضح وهو كمان المشكله برضه اسامه، انا طبعا هسيبك تكمل، لكن هو المشكله كانت واللي مزعل الناس ان هو فعلا كان بياكد بس مش اكتر من انا موجود في النادي الاهلي، لو اي حاجه يبقى انا موجود في مصر. بس خليك تكمل عشان انا ليا تعليق، اتفضل.